السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدين قناة بداية وأيضا مستمعينا الكرام عبر إذاعة يو اف ام الشريك الرسمي لقناة بداية في برنامج المدرسة باء. اليوم راح نتكلم عن موضوع جميل جدا، موضوع حثنا عليه القرآن والسنة وأيضا العرب قديما، ولكن في البداية خلوني أعرف بنفسي. أنا أخوكم عمر بن السيد ونجوم الفصل البنفسجي، من على اليمين النجم معاذ المطيري. يا مرحبا يا معاذ. مرحبا فيك، كيف حالك؟ شاء الله طيب؟ الحمد لله والله بخير. وايضا النجم رائد عسيري. يا مرحبا يا رائد. الحمد لله طيب، امورك طيبه؟ طيب. وايضا النجم فواز الشمري. يا مرحبا يا فواز. يا مرحبا. شو الاخبار؟ عساك طيب؟ الحمد لله طيب، شو اخبارك انت؟ والله ابشرك بخير. وايضا النجم سعود الهويشل. سهلا، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. مستعدين؟ اموركم طيبه؟ اكيد. وأخيرا النجم فهد الزهراني. يا مرحبا يا فهد. الله يحييكم جميعا. اليوم موضوعنا موضوع ينقسم إلى شقين، القسم الأول وهو النصيحة، وأما القسم الثاني فهي المشورة، ولكن خلونا نأخذها مجزأة. النصيحة حثنا عليها القرآن والسنة، وقال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق هو التناصح. وأيضا في معنى حديث الرسول اللهم صل وسلم عليه قال: الدين النصيحة. فمقارنة الدين بالنصيحة هذا يدل أن الدين الإسلامي هو تقويما للناس وللنفس وأيضا للأمة جميع، والنصيحة كذلك، فهي تقوم الشخص وتقوم الشخص الذي تنصحه. ننتقل إلى المشورة، وفي سورة في القرآن الكريم سميت بسورة الشورى، وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الشورى: وأمرهم شورى بينهم. وفي موضع آخر من القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر. وأيضا رسول الله صلى وسلم عليه عندما سئل عن العزم قال: مشاورة أهل الرأي واتباع رأيهم أو اتباعهم. الموضوع كثير صراحة، والأدلة كثيرة جدا. اليوم راح نناقش بإذن الله مع الشباب كيف تقدم النصيحة، ومتى تقدم النصيحة، ولمن تقدم النصيحة، وممن تأخذ الشورى. فخلوني أبدأ معهم بالسؤال الأول وأقول: ما معنى النصيحة عندك يا معاذ؟ النصيحة أنك تنصح الشخص إذا كان يتلفظ أو يسوي شيء غلط، ننصحه بالشيء الكويس يعني. وأنت يا رائد؟ برضو يعني أنه ننصح الشخص اللي يحتاج النصيحة، أو إذا شفنا أنه لازم ننصحه يعني ننصحه زي كذا عشان يستفيد أكثر وحنا نستفيد ويعني زي كذا. طيب، خلني أسأل كيف هو السؤال ثاني وأقول: متى الوقت المناسب لتقديم النصيحة؟ في حال إذا كان الشخص مثلاً مثلا مشكلة وجاء عندك يبغى يطلع همومه، تقعد تنصح وتعطيك نصيحة ممكن تفيده. جميل. وانت سعود؟ زي ما قال فواز انه لما يجيك مثلا بيشتكي لك من شيء، اشياء تصير له، فهذا الوقت هو يكون افضل وقت تقدر تنصحه فيه. طيب فواز، فهد، انا عرفت اساميكم من اول يوم. الان إذا جيت تنصح شخص، هل في شيء اسمها النصيحة الإيجابية وفي نصيحة سلبية؟ يعني هل في شخص ينصحك نصيحة غلط؟ في بعض الناس مثال يعني، في بعض والبعض آخر يعطي النصيحة كويسة، وفي البعض يعطي نصيحة خاطئة زي كذا. في ناس تعطي نصيحة إيجابية وفي ناس تعطي جميل. طيب إذا جاك شخص ونصحك نصيحة سلبية، نصيحة يعني ما هي كويسة، أنت كشخص متلقي للنصيحة، إيش بيكون ردك؟ أو إيش بتسوي؟ وإيش الفعل اللي راح تتخذه؟ أنا صحت أنا يعني ما أكيد ما راح أسمع كلامه، بس يعني ما. يا سلام، يعني أنت تشوف النصيحة إذا هي نصيحة سلبية ما راح تأخذها، تتركها، وإذا هي نصيحة إيجابية تعمل فيها كذا. طيب خلوني أسألكم سؤال وأقول لك: من الشخص اللي يستحق النصيحة؟ لمن تقدم نصيحتك؟ خلينا نبدأ مع رائد.
أنا أشغل كل الناس، بس في أوقات يعني في النصيحة، مثلاً إذا كان الشخص معصب مرة معصب، يعني لا تعطي نصيحة أو حاول إنك توصلها له، لأن يمكن يعصب عليك ولا يطلع مشاكله عليك ولا يعني زي كذا. جميل. فواز، إيش سؤال؟ الآن يا فواز، فيه أشخاص تشوفهم أمامك وتبغى تقدم له نصيحة، إيش الأسلوب اللي راح تتخذه في تقديم النصيحة له؟ على حسب الشخص، إذا هو يعصب بسرعة ولا إنه هذا يزعل، لو قلت له كلمة جرحته بالغلط وأنا ماني قاصد، فعلى حسب شخصية الشخص اللي قدامه. يا سلام، على حسب الشخصية تأخذ الأسلوب المناسب لتقديم النصيحة. بالضبط. طبعا احنا ندري ونعرف ولازم ان نميز انه فيه نصيحة غرضها الاساسي هو تطويرك ومحبة لك، وفيه نصيحة قد تكون مبنية على حسد او حقد او خلونا نقول نميمة، وان شاء الله انها ما هي موجودة عندنا، وايضا تكسر المجاديف وتطيح عزومك. فالنصائح فيها انواع، وايضا الناصح نفسه له اكثر من شكل، من هو الشخص اللي ينصحك؟ فخلني أسألك يا سعود وأقول لك، هل في يوم من الأيام مر عليك موقف شخص نصحك نصيحة يبغى يحطمك، يبغى يكسر مجاديفك؟ إيه، عطني إياها. هم الأغلبية ممكن تكون في المدرسة. جميل. صارت لي في المدرسة إن واحد قال لي ترى الواجبات، يعني أنا ما كنت أحل الواجبات وهو كان ما يحلها. كان يقول لي ترى الواجبات ما تزين فيك، هو يعني قاعد ينصحني بشيء يفيدني. حلو. ويقول لا تحل الواجبات لانها اساسا ما تعطيك درجات كلها في الاختبار والمشاركات. وما سمعت كلامه وكسرت حل الواجبات واخذت المراكز الاولى وهو في الاخير. ما شاء الله تبارك، يعني هو كان يبغى ينصحك عشان تكون معه وتكون زيه علشان ما يكون الوحيد اللي ما يحل واجباته، وانت ما سمعت النصيحه. صحيح. استمرت في طريقك واخذت المراكز الاولى. أحسنت، الله يوفقك. طيب الآن من الشخص اللي أنت تأخذ منها النصيحة؟ يعني هذا الآدمي أمامك، إذا جاء أعطاك نصيحة أنت تأخذها منه مباشرة، من يا معاذ؟ أكيد الوالدين. جميل. أهم شيء، والأصدقاء اللي أكبر مني سنا. أيوة، يعني في شخص هذا عنده النصيحة دائما، إذا قدمها لك أنت تأخذ فيها. اي طبعا، غير الاب والام. اذا كانت النصيحه ايجابيه تمام، النصيحه سلبيه ما اخذها. جميل. جميل. طيب فهد، هل في يوم من الايام جاء شخص واعطاك نصيحه؟ لا. خليني اكمل سؤالي، هل في يوم من الايام شخص اعطاك النصيحه وانت ما اخذت بهذه النصيحه؟ ما قل والله، يعني احد ما، يعني في ايام ما صرت من احد اعطاني نصيحه. ما طيب من اكثر شخص ينصحك دائما؟ امي وابوي. دائما هم ينصحون؟ اكيد. تاخذ من نصايحهم ولا لا؟ لا، كثير ينصحوني اشياء كثيره نستفيد منها. جميل. طيب الان ابغى اسالكم سؤال عام، ابغى اخذ راي كل شخص منكم. خلوني ابدا مع رائد، من هو الشخص اللي تنطبق عليه مواصفات انه يكون مؤهل انه ينصحك؟ ممكن انه يكون ينثق فيه. جميل. ممكن انه يكون يعني عنده معلومات وعنده نصايح مره حلوه، واكيد انه محترم مؤدب، واكيد ما راح اخذ نصيحه من واحد مو ضارب والدينه. صحيح. فاتوقع هذه المواصفات الكافيه انه يكون يعني مؤهل انه ينصحني، وكمان يكون رجال وشهوه. يعني احسنت. جميل. فواز، الشخص، مواصفات الشخص اللي ممكن اني اخذ منه نصيحة، هو الشخص اللي اقل سمعته زينة بالمكان عام، السمعة تكون زينة، اول شيء سمعته تكون زينة، ثاني شيء انه يكون محترم واسلوبه زين، وما يقدم لي النصيحة يقول لا تسوي كذا سوي كذا، لا، لازم اسلوب زين. احسنت. اعرف، عشان اعرف إذا هو من جد حق نصايح ولا لا، يعرف ينصح ولا لا. أما اللي ما يعرف ينصح يمكن قرأ كذا كم كلمة خاص بنصح واحد بس. جميل. وأيضا من الأشياء الأساسية اللي تكون في الناصح أن النصيحة اللي هو يقدمها
هو كشخصه يطبقها. يعني ما تجي تنصحني مثلا اني اكون شخص ممتاز في دراستي وانت شخص سيء في دراسته، لابد انك تقوم بنفس هذا الفعل اللي انت قاعد تنصحني فيه علشان انا اصلا اتقبل نصيحتك. او ممكن انه هذا، او ممكن انه مثلا ما قدر يطبق النصيحه فيحاول يفيد غيره. ممكن ممكن. طيب الان النصيحه لها اسلوب، كل شخص له اسلوب في النصيحه، والاشخاص نفسهم قد يتقبل النصيحه المباشره واشخاص ما يتقبل الا لازم انك تكون معه لين جدا. فايش الاساليب اللي ممكن انت تشوفها مناسبه لك وراح تاخذ النصيحه على طول يا سعود؟ في نوعين، بيجيك واحد اسلوب كويس والثاني اسلوب كويس بس الاول افضل. بيجيك الاول بيجي يقول ان انت الغلطان، مو يعني انت غلط وكذا ويعلي صوته، يعني يقول لك اياها مو بنفس، يعاتب. اي اما الشخص الثاني اللي هو بيكون افضل منه بديني بيقول مثلا انت سعود سويت هذا الغلط، وانت انا انت ما انت بقصدك مثلا تسوي هذا الشيء. جميل. فانت لازم ما تسوي هذا الشيء، وهذا الشيء اللي انت سويته غلط، ويعطيني النصيحه على حسب الشيء اللي انا سويته. وانت وش اللي تفضل؟ الثاني اللي يجيك يعلمك انه يقول مثلا انت غلط وانت ما انت بكذا، وهذا الشيء سويته بالغلط ما كنت قاصد اكيد، ويديني يعني زي كذا باسلوب طيب، مو زي الاول اللي يجيك معصب وبيعطيك نصيحه كذا بس يبيعطيك اياها. احنا لازم نتفق انه في اشخاص ينصحونك من باب محبه ولكن عنده مشكله في الاسلوب. يعني في بعض الاحيان وانا تمر علي المواقف هذه، انا اعرف ان هذا الشخص يحبني ويفضلني جدا على كثير من اخوياه وزملائه، ولكن طريقته في النصح ما تعجبني. يعني يكون مباشر، التعبير عنده ما هو مره كويس، فانا ما اتقبل من النصيحه، ولكني اعرف في داخلي انه يحبني. وممكن في بعض الاوقات، وهذا شيء مهم لازم اننا ناخذه كلنا، الشخص اللي انا متاكد انه يحبني ممكن اذا جاني في نفس الوقت اللي يعطيني فيه النصيحه انا ما راح اتقبلها بحكم الاسلوب، ولكن اذا اخذت لك ساعه ساعتين ترجع لنصيحته تشوف ايش الدافع اللي خلاه ينصحني، لانه ما راح ينصحك الا لمصلحتك، فانت تبلورها وتمحورها بطريقه كويسه لنفسك وتاخذ بنصيحته. فهد، وش الاسلوب اللي تشوفه مناسب في النصيحه؟ انا احس الواحد يعني اذا جاء يقدم نصيحه احس انه لازم يكون يعني محترم، وايضا انه يعني يتكلم يعني بادب. مثال، اذا انا مثال كنت معصب زي كذا واحد جاء نصحني، في بعض الاحيان ناس يقولون ليش انت تسوي كذا ومدري وش، وصديقهم يعني في ناس مثال ان يعني عندهم صديق مفضل يتهاوش مع صديق غير مفضل له يعني يكرهه. لا يعني مثال اذا كان صديق المفضل هو اللي سوى المشكله نفسها، والصديق غير المفضل المكروه عنده ما سوى ولا شيء، هو يقعد يدافع عن خويه. فانا احب يعني الواحد اللي يجي بادب وينصحني نصيحه زينه، يعني انا اشوف ايش الافضل. يعني احسنت معاذ، انا ابغى اخذ وجهه نظرك في موضوع الشخص اللي يجي ينصحك امام الناس. ايش رايك في الاسلوب هذا حتى وان كنت مخطئ ولكن انصحك امام الناس، ايش رايك في 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 فعله؟ اذا النصيحه شيء خاص فيني يعطيني اياها عشان ما انحرج، يعطيني اياها على زاويه او شيء عشان ينصحني عشان ما انحرج. يمكن هذا الشيء يمكن انا ما ابغى اطلع قدام الناس فجاه طلعته عشان زي كذا. يعني فانت ما ترى ان الشخص ينصحك ابدا امام الناس؟ على حسب، اذا صوته عالي ينصحني بعصبيه وبدون نفسي يسلمني النصيحه ما راح اتقبلها منه اصلا. طيب وانت رائد؟ زي ما قال معاذ طبعا، يعني اذا كان النصيحه يعني خاصه فيني يعني زي كذا اكيد اني يعني انه انا وياه نروح وينصحني بادب وباحترام وباسلوب. احسنت، بس اجلس زين بس عشان المايك يطلع صوتك. ايوه وباحترام زي كذا. واما اذا كانت يعني اذا يبي ينصحني قدام الناس يعني ما معاه وقت انه ياخذني بصوت واضح يعني مو يعصب علي وزي كذا، اكيد ما راح تقبل النصيحه منه. جميل. طيب فواز، الشخص اللي نصحك امام الناس ايش راح تكون رده فعلك؟ اول شيء اذا كان شيء في خصوصي فيني انا، رائد، شيء خاص فيني انا حقي ونصحني قدام الناس، طبعا اني بزعل وبيقرب الموضوع هذا مضاربه.
بيقلب موضوع مضاربة. كيف يقلب الموضوع مضاربة؟ غير شيء خاص فيني تنصحني يقلب مضاربة. يعني أنت تقول لا تنصحني أبدا أمام الناس؟ إيه. ولا راح أسوي مشكلة؟ إذا كان شيء خاص. إيه. إذا عام عادي ما عندي مشكلة. طيب هل تشوف أنت فتحت لي باب جديد؟ هل تشوف أن حل المشاكل بمدة اليد فعل صحيح ولا خطأ؟ لا خطأ. إيه. صحيح أحسنت. وما ودي تكون هذه الفكرة في بالك لأن بعض الأحيان الكلام أقوى من مدة اليد. بل أن الآن يقولون في مثل معروف أن الرجل الذي تكون يده خلف ظهره ليست أمامه. الكلام في بعض الأحيان قد يكون أقوى من العصا. فبالحجة الواضحة والقوية وأيضا بحسن الرد والهدوء أنت قد توجع أكثر من الضرب. فيدك لا تستخدمها كثير في حل المشاكل. سعود إيش ردة فعلك مو عشان كلامي؟ إيش ردة فعلك الصحيحة إذا شخص نصح كمام الناس؟ وجهة نظر عن اللي بيجي يقول لي مثلا نصيحة إذا كانت نصيحة عن الكل يجي يقولها في مكان الناس كثير. أما إذا كانت النصيحة لي أنا بس أروح مثلا في زاوية أنا وياه وكل حالنا نتكلم مع بعض. أما إذا النصيحة المجموعة من الناس كنا متجمعين في مكان يقولها عادي. يعني إذا النصيحة عامة للكل يقولها يعني في مكان كله. صحيح. في بعض الأحيان الأشخاص يأخذون أسلوب النصح بشكل عام في مكان عام والمقصد رجل واحد. هذه قد تكون مقبولة لأن ما صرح باسم الشخص ولا حط عينه على مكانه ووضحها للناس فقد تكون مقبولة. طيب إيش رأيك فهد في أن النصيحة أمام الناس هي فضيحة؟ تتفق مع الكلام هذا ولا لا؟ لو هي نصيحة لي يعني أحس أني يأخذني على الجنب. لكن إذا نصيحة للكل لا يعني عادي يقولها يجي قدامنا ويقولها. طيب إذا كان ينصح فهد الحالة وأمام الناس في شيء شخصي فيه هل تراها فضيحة وليست نصيحة؟ نصيحة أنا ما أحس إنها فضيحة إنه عادي يعني يقول لي ينصحني عادي. طيب أنا أقول لكم شيء النصيحة أمام الناس في شيء شخصي فيك وشيء متعلق في شخصك واللي ما يعرفونه الموجودين هي تعتبر فضيحة وليست نصيحة. لأن الناصح إذا كان يبغى الفائدة لك فهو ما يبغى يطلعك بمنظر غير جيد أمام الناس بل بالعكس يأخذك على جنب ويكلمك بطريقة لبقة وبأسلوب لين. بهذه الطريقة أصلاً بهذا الفعل أنت راح تتقبل هذا الشخص جداً راح تتقبل نصيحته مهما كانت. فإحنا نقول أن النصيحة من الأشياء الأساسية في تقويم المجتمع بشكل عام. يعني مثلاً أنا قريب مثلاً من سعود شاف علي خطأ نصحني علشان أنا أصير إنسان جيد نفسه. وأنا إذا رأيت على سعود برضو شيء من الخطأ أنا أنصح الحالة. لماذا؟ علشان نكون كلنا في طريق واحد إلى إصلاح أنفسنا وإصلاح ذاتنا وأيضا مجتمعنا. طيب خلونا ننتقل لموضوع الشورى وخلوني أنا أسألكم سؤال. وش الفرق بين النصيحة والمشورة؟ أنا عندي النصيحة أنك تنصح أحد بشيء خطأ سواه والمشورة أنك تشير يعني استشير يعني الاستشارة. يعني أنت تقول أن النصيحة هو على الخطأ إذا أنا على خطأ نصحني إذا خطأ أو شيء إيجابي زي كذا والمشورة؟ المشورة أنك تستشير. طيب جميل زي كذا. أعزائي أنا مشاهدين قناة بداية الآن وأيضا مستمعين عبر إذاعة يو اف ام فاصل قصير بإذن الله ونعود لكم ونكمل ما الفرق بين المشورة والنصيحة. بل بالحنان افتخر وانت نومس والعام هذا عام حش العراقيل كنا الوبر سدون البيت نمخومس
على سنام مثل روس المراكين. في رجل أضاف صراحة رمز للتضحية مع زوجته عندما ألم بها مرض، وهذه شاعرة عرفت بعابرة سبيل موضي العازمي، ألم بها مرض وهي عندها عيال. فالمرض الله يكافينا وياكم ومشاهدينا، مرض سرطان. فقامت تتنقل من مستشفى لمستشفى، وحتى بعثت للخارج عدة مرات. فآخر مرة كان لها مراجعة في أحد المستشفيات في أوروبا، فبعد الكشف والتدقيق على فحوصات التامة قال الطبيب زوجها أنها حياتها شبه ميؤوس منها، لأنها انتشر في جسمها كامل. فيعني الأعمار بيد الله، ولكن يبدو أن يعني حياتها أيام معدودة. فأحسن شيء أنك تأخذها وتوديها لعيالها، وخلها على الأقل تشوف عيالها لو الباقي لها من أيام من العمر. نعم. فرجع لها، فدخل عليها جالها بالمستشفى رغم الألم اللي تلقاه الزوج من هذا الطبيب، من هذا الخبر، من الصدمة، إلا أنه استطاع يغير من ملامح وجهها أثناء الخوف والقلق والروعة على زوجته، ودخل عليها بابتسامة وقال لها عندي لك بشرى يا موضي، أن الطبيب بشرني أن يقول حالتها يعني مستجيبة للعلاج، ولكن الوقت هو يحتاج إلى وقت بس. يا سلام. فبدل ما تقعد والعلاج نفس العلاج اللي تاخذه، فالافضل انها تاخذ علاج وتروح عند عيالها تستخدم هذا العلاج، ومع الوقت ان شاء الله، لانها الان شبه مستجيب مرضها للعلاج. فاوحى لها على اساس نفسيتها، فرجع بها. فبعد ما عادت برضه نقل نفس الكلام لقاربه، سوى عزيمه كبيره وبشرهم على اساس يساعدها نفسيا، يرفع من المعنويات، ويرفع من معنوياتها. فحط الذبايح وكلهم كانوا يباركون لها انها ان شاء الله يعني في بدايه عافيه. ولكن نفس الليله اللي صارت العزيمه فيها، بعد ما راحوا الضيوف وناموا اطفالها وما بقى الا هي، فطبعا ما يونس العله الا صاحبها. فقالت ابيات، وكانت آخر أبيات قالتها وتوفت رحمة الله عليها والدينا والديكم جميع المسلمين في نفس الليلة. موضي العبيدي، الموضي العازمي المعروفة بعابرة سبيل، قالت ترى الذبايح وهلها ما تنسيني، أنا أدري أن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي لا يا نظر عيني، حرام ما قصرت يديك في حاجة، أخذ وصاتي أمانة لا تبكيني، ولو لك خاطر ما ودي ازعاجه، لف الكفن في يديك لف امانتك، لا يجي جسمي بثلاجه. عدنا لكم أعزائنا مشاهدين قناة بداية، وأيضا مستمعين الكرام في إذاعة يوف أم الشركة الرسمي لقناة بداية في برنامج المدرسة باء. كنا نتكلم قبل الفاصل ما الفرق بين النصيحة والمشورة، ولكن في سؤال بحكم رائد راح ضبط مايكه ورجع، في سؤال أبغى أسأل إياه وبأناقش فيه الشباب. هل كل شخص كبير في السن أو أكبر منك يعطيك نصيحة تكون صحيحة ولا لا؟ في بعض الأحيان تكون النصيحة صحيحة،
في بعض الأحيان لا ما يفرق العمر أحس، في بعض الأحيان يفرق العمر لأن شخص يعني كبير أكبر مني فيعرف نصايح أكثر وأشياء أكثر، في مرات ما يفرق العمر يعني مثلا واحد أكبر مني أنا أعرف أكثر منه، في حالة ثانية أنه واحد أكبر مني هو يعرف أكثر مني زي كذا، فممكن أني أخذ منه النصيحة إذا كانت جيدة ممكن لا. طيب وش رأيك في أنه هم كانوا في 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 خلنا نقول في حقبة زمنية مختلفة جدا عن اللي إحنا فيها الآن؟ يعني احنا الحين عندنا اهتمامات تختلف عن اهتماماتهم، صح. ممكن ينصحك في شيء مثلا، مثلا خلنا نضرب مثال عشان توضح لك. مثلا انت قاعد تلعب لعبه ذكاء، اوكي تمام، اوكي، وهي في لعبه الكترونيه، ولكن جاك وقال ما تلعب الالعاب الالكترونيه ابدا لانها مضيعة على الوقت، وما هو قاعد يدري انك قاعد تلعب لعبه ذكاء. ممكن هو ايش رايك في، هل ممكن توضح له الصوره، هل ممكن تناقشه؟ ممكن اني اوضح له انه هذه اللعبه لعبه ذكاء وانه انا مستحيل يعني العب العاب ما هي كويسه وزي كذا، بس ممكن اني اخذ نصيحته. ممكن تاخذ نصيحته، ممكن اذا ما كانت لعبه ذكاء، يعني اذا كانت مثلا لعبه تضيع مره وقت يعني ما منها اي فائده ممكن اني اخذ نصيحته. طيب هل فواز، هل كبار السن يفهمون اهتماماتك وحياتك اللي انت قاعد تعيشها ولا لا؟ كبار السن في مع عشان انهم عاشوا عندهم خبرات بالحياه وكانوا عندهم كانوا بحقبه زمنيه قديمه، وحنا الحين صرنا متطورين، تطورنا، وهو يعني عنده خبرات على ايامه. فانا اشوف ان لا لا. كيف يعني؟ هذا بعض النصايح اللي ينصحها كانت مفيدة بزمانه، صحيح، الآن أما ممكن الحين لا. يعني مثلا جانا اختصار، مثلا قال كيف تدل بيتك، اسوي كذا كذا، افتح جوجل ماب خلاص. صح، بس انه هل كل نصايحهم ما تاخذها؟ لا مو كلها، بعضها تاخذها وبعضها ايه. يعني مثال جميل جدا انه وهذه انا اواجهها صراحة في بعض الأحيان، انه يبغى يوصفني بيت، يوصفني محل، فيقول اذا صارت الشمس على حجاجك اليمين روح يمين، فهم؟ انا ما افهم الوصف هذا بحكم ان عندي جوجل ماب وخلاص. ف تواجه لك اسم المحل وتحط اي حي وخلاص. صح، بس ان الاسلوب الصحيح في انك تتعامل مع النصيحه هذه انك تجاري وتقول طيب لازم تجاري، انه تقول له طيب حلو وبعدها وين اروح؟ يعني خله تاخذ النصيحه كامله، ثم اذا طلعت اكتب جوجل ماب وروح، لا تكسره ولا ترد نصيحته. اكيد طبعا، اكيد هذا المحل، هذا اهم شيء، هذا اهم شيء. يفهم اكثر مننا اصلا، يفهم اكثر مننا لانه عاش بزمن كثير فيعرف خبرات الحياه زي ما قال فواز. طيب ايش رايكم في الشخص انت سعود اللي كل شوي ينصحك، كل شوي ينصح؟ في بعض الناس يجيك يقعد ينصحك 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 كل شوي، يجيك مثلا واحد نصايح كثير واحد نصايح شوي، تقول مين افضل؟ النصايح كثير. بس لو قال لك ان هذه معلومات صحيحه، كل معلومات صحيحه وهذا بعض معلومات صحيحه، مين يصير افضل؟ هذا. فيصير بعض اللي يقولون لك نصايح كثير يشوفون انك ارتحت، يقولون لك نصيحه نصيحتين ثلاث يشوفون انك ارتحت لهم، فيقعدون يهبدون عليك نصايح. اما اللي خلاص قال لك نصيحه وشاف انك حبيت نصايحه يقعد عادي يقول لك نصايح، بس مو بكل شوي. طيب انت من تفضل؟ لو الثاني اللي نصايحه قليل، اي بس يعطينا نصايح تفيدنا وحقيقه وصحيحيه. طيب فهد صحيحه يعطيني نصايح، اي اللي يعطيك نصايح كثير، اللي يجي كل ما شاف فهد نصحه نصحه نصحه. والله يعني اكيد 100% ان في معلومات خاطئه وفي معلومات صحيحه، يعني تقريبا 50% معلومات صحيحه و 50% معلومات، ونتفق انه يحبك في نفس الوقت. فيعني انا احس ان اذا كان عنده ينصحني مره مره كثير، انا اشوف النصايح اللي تفيدني اخذها، النصايح اللي احس انها ما تفيدني ما اخذها. جميل. احنا كنا نسال قبل الفاصل ما الفرق بين النصيحه والمشوره، انت قلت لي يا معاذ ان النصيحه انك تنصح احد بشيء خاطئ او صحيح يعني، والمشوره انك تستشير. جميل. رائد
وش الفرق بين النصيحة والمشورة؟ النصيحة إنه شخص يجيك وينصحك يقول لك يعني إنه أنت سويت هذا الشيء وما كان قصدك إنك تسوي ما كان قصدك إنك تسويه فسوي زي كذا. أما الاستشارة يعني إنك تروح وتستشير شخص تقول له إيش رأيك أسوي زي كذا. يعني مثال يقول لك أجي أقول له إيش رأيك أسافر الدمام، هذه تعتبر استشارة يعني. صحيح، يعني أنت تقول إن النصيحة النصيحة تجي من الشخص لي يعني من الشخص نفسه. إيه؟ أما المشورة أنه أنا اللي أروح أطلبها. إي تروح تطلبها يعني أنه تقول لك إيش رأيك زي ما أخذ دولة أخذ دولة. جميل. صح. النصيحة تعقيبا على كلام معاذ، النصيحة ما هو لازم تجي كذا أنت على خطأ، النصيحة ممكن تكون نصيحة أنصحك إياها علشان تتطور أكثر، ما هو بأنك على خطأ. أي مثال يعني أعطيت بالضبط. فكلام رائد هو تقريبا الأقرب والصحيح، انه النصيحه تجيني اذا انا كان عندي مثلا اشكاليه او انه يبغى يقويني اكثر. اما المشوره انه انا اروح واسعى اني اخذ المشوره. لكن خلوني اسال السؤال اللي هو من الشخص اللي انا اروح وابادر واوصل لين عنده واطلب منه المشوره؟ اول شيء اول شخص ممكن انك تساله الاهل، الام. جميل. والاب، وبعد الاخوان والاخوات كلهم. ممكن انك تسال واحد من كبار السن، مثلا جدي اجي اساله بحكم اللي عنده خبره. مثلا ايش رايك يا جدي، ايش احسن الدمام ولا حالي ايش يقول؟ كلكم تبغون تسافرون شكلكم. كلكم ناويين سفر. جميل. اجي استشيره، والله أحايب يا جبال وبر وكل شيء، والحين بحكم إن إحنا بالشتاء راح حايل أحسن وبس. جميل. النصيحة ما تروح تطلبها أول شيء زي ما قال فوز إنك لازم تروح لأمك أو أبوك. جميل. هم الأخوان أو الأخوات. وبعدين مثلاً تروح مثلاً جنب بيتكم في مسجد، مثلاً تروح عند الشيخ حقه تقول لي يا شيخ مثلا ابيك تعطيني نصيحه في الشيء الفلاني الفلاني. جميل جدا جميل جدا. وانت يا فهد؟ صراحه الحين اذا كانت النصيحه اول شيء اروح الام والاب، ثاني شيء المشوره اني انصح اخذ راي اي احد. انا عادي اخذ اي راي اي احد، اهلي، اخواني، خالاتي، عمامي، اقاربك. إيه؟ طيب جميل. المشوره هو موضوع كبير جدا، واحنا قلنا ناخذ المشوره في المقام الاول من الاب والام، ثم ناخذها من الاصدقاء. حتى سعود قال كلام طيب انه انا اخذ المشوره من مثلا امام المسجد. طلب المشوره هو شيء لابد انك تكون فيه دقيق. ليش؟ لانك انت من ذهب وسعى الى ان تاخذ هذه المشوره. صح. فلازم ايوه لازم تنتقي الشخص الصح. دقيق. لازم تكون دقيق في الاختيار. شخص أول شيء يكون يخاف الله سبحانه وتعالى. صح. شخص زي ما قلنا بار في والديه. شخص أنت معجب بأفعاله الطيبة، فأنت يوم تروح لين عنده معناته أنك تثق بهذا الشخص جدا. غير كذا خبرته في الحياة، هل خبرته تخليني أنا أروح أستشيره أو لا؟ وأنا أتوقع كل شخص منا عنده شخص معين هو خلنا نقول المرجع الأول في الشورى، إذا صار عندي شيء أنا أروح أستشيره. وخاصة يعني سعود يقول مثلا إمام المسجد استشيره في مثلا في الأمور الدينية. صح. في كل موضوع يمر علينا في الحياة أو كل مجال له شخص متخصص فيه استشيره. صح. يعني مثلا عندي في الإعلام أنا عندي واحد استشيره، عندي في الدين أنا عندي واحد استشيره، في المشاكل يا سلام عليكم. لكن خلوني أقول من الشخص الأول والمرجع الأول لك في المشورة يا معاذ؟ أهلي اللي يفهموني أكثر. أعطني شخص، أبوك ولا أمك ولا أخوك؟ الوالدين. إيه؟ كلهم الاثنين. وأنت يا رائد؟ أكيد الوالدين، أكيد أكيد أكيد، لأن هم يعرفوني، يعرفون أنا إيش بسوي، يعرفون عقليتي، يعرفون تصرفاتي، يعرفون أنا إيش بسوي إذا قالوا لي هذه الكلمة، أنا إيش بسوي إذا قالوا لي كلمة ثانية زي كذا. فأكيد الوالدين هم الخيار الأول لي. أكيد. جميل. واحد منهم اكيد فيه يا ابوك يا الوالدين. خلاص هذه كلمه واحده. لا لازم تعطيني واحد. اسف بابا ماما. يا سلام. انت يا فواز غير
غير الأم والأب طبعاً الأم بتكون أول واحد، بس أنا بقول غير لازم تغير مو نفس الإجابة. ممكن إذا موضوع مختلف، عندي كم موضوع مختلف، مثلاً أحب ألعب، عندي مثلاً جمعت كم عملة باللعبة ودي أشتري شيء، مثلاً أشاور واحد من عيال خالاتي اللي ألعب معه، ولا مثلاً ممكن أسافر الطائف أروح أسأل واحد عنده خبرة بالطائف زي كذا. صحيح، يعني مثلاً الطائف أنت رحت الدمام قبل شوي، فأنت بتروح الطائف لازم تسأل أحد من أهل الطائف. أيوه جميل. طيب قد واجهتها أنا يوم كنت صغير عمري 10 سنوات تقريباً، رحت أبغى أروح المسجد لحالي أول مرة أروح المسجد مشي. طيب أنا كنت خايف أحد يأخذني يخطفني كذا، هذا كان في بالي يعني، كانت سيارة تلحقني، حسبت واحد بيخطفني، فجاني كبير بالسن واحد قال لي معاذ لا تخاف، مو معاذ يعني هو ما يعرف اسمي طبعا، قال لي لا تخاف إلا من ربك. جميل. فصرت أروح المسجد لحالي وأتذكر ذي المعلومة في بالي. يا سلام، لا تخاف إلا من ربك، فهذه النصيحة. حلو. خلني أسألك يا سعود السؤال، أنا بسألك سؤال جديد. أوكي. متى تحتاج المشورة؟ مشورة لما سؤال الكائن متى أخذ المشورة؟ مشورة أخذها لما أكون مثلا أنا تعبان، مثلا عندي اختبارات وأحتاج ما مو قاعد أذاكر زين، فأحتاج أروح مثلا المدرس أو معلم، أروح أقول له مثلا أنا عندي شيء صعب في الحفظ، يعطيني نصيحة يقول مثلا احفظ هذا الجزء ثم نرتاح الفلتر الفلانية وما نروح أخذ الحفظ الثاني عشان تقدر تحفظهم كلهم، وفي النهاية راجعهم مع بعض صرت أحفظ كذا وحد حفظ صرت أحفظ. طيب وانت فهد؟ الحين مثال إذا كنت محتار على شيء مثال على مراجعة أو أي شيء، أنا طبعا أروح عند أمي أو أبوي. حلو. يعني أقول لهم إيش رأيك بهذا الشيء، هم عاد يعرفون كل شيء فيه وزي كذا، يعني إذا كنت محتار بين شيء هم يقلمون. جميل. طيب أنا بسألكم سؤال، هل في يوم من الأيام كنت أنت الشخص المختار في أنك تعطي صديقك الاستشارة؟ يعني مثلا جاك واحد قال يا فواز عطني أنا بستشيرك في موضوع عندي كذا كذا كذا، قد حصل لك الموقف ذا؟ قد حصل لي كثير. وش استشارك فيه؟ واحد من أخويا كنت قاعد ألعب، حكم أني واحد عارف ألعب اللعبة هذه قاعد يستشيرني بهذا الشيء باللعبة. قال فواز أسوي هذا الشيء ولا أسوي هذا الشيء، قال مثلا أني ألعب مدافع ولا أني ألعب مهاجم مثلا. طيب جميل. إيه خلوه. إيه أعطيت الشور قلت له العب مدافع بيكون احسن، كل ما تجيك الكره ممكن تقطعها بسهوله عادي. انت تحب انك تكون مدافع؟ اي فعشان كذا انت خليته يكون مدافع. ايه. وانت رائد؟ انا كان في موقف كنت في المدرسه. اوكي. كانت طلعه ابوي شوي تاخر علي، فشفت واحد داخل ابوه يبي يعني ياخذه يعني لانه خلص، فشفته يهاوش ابوه مدري زي كذا، قربت كنت ابي اعرف السالفه يعني، لأنه كان بحكم إنه كان واحد من أخوياي عرفت السالفة، ما ودي أقولها بصراحة. المهم إنه اليوم الثاني رحت له وكذا مسكته على جنب، لأنه ما ينفع أقوله قدام كمان أصحابه لأنه أكيد بيتفشل أو يمكن ما يحب، فأخذته على جنب قعدت أنصحه إنه ما ينفع، هذا أبوك جاي ياخذك من المدرسة، هو دائما يعني يحبك ويوصلك وزي كذا، لما اقتنع صار أسلوبه مرة حلو معه. هذه نصيحة ولا مشورة؟ نصيحة كلها. هذه نصيحة. أوكي نصيحة عادي. أحسنت. هذه نصيحة، لكن بكمل معكم إن شاء الله في هذا المحور. فاصل قصير مشاهدينا عبر قناة بداية وأيضا مستمعينا الكرام في إذاعة يوف أم، ونعود إليكم. جار اللي قال له ناصر بن شايع على خريمه القحطاني الله يقول مره من المرات راح لجده
يقول يوم مرة بقالت في حارة. أي. يقول يوم دخلت جيت بدخل فلا لا البقالة اللي والله على يساري شايب عليه طاقية. أي. وجالس على كرسي. يقول ما أنا ناظر فيه هلا والله ما في هذاني. والله. الشايب ذا ما له هذان. أي. يقول واخذ مقاضي واروح له. هنا القصة. أي. قلت يا شايب ما عليش اذانيكم يعني قال انت مطول ولا يعني مستعجل؟ قال لا والله لا القصه طويله ابد لا والله ماني مستعجل ابي القصه منك. قال احنا ثلاثه جايين من اليمن وجايين على يعني ركايبنا ويوم جينا على الحد السعودي يقول والحدود حرس الحدود اليمنيين يقول يمسكوننا. كلام هذا يمكن قبل 100 سنة أو أكثر. إيه الله المستعان. نعم. يقول ويجردوننا من كل شيء يفسخون ملابسنا مثل ما الله خلقنا. قالوا يصف يحفروننا 3 حفر كلها سوا. قالوا ويدفنوننا فيها. ما يخلون إلا روسنا. بيدينا بكل شيء. إيه. هذا يقول قبل المغرب نص ساعة. هذا قبل كم سنة؟ 90. ممكن حول 100 يعني. يقول يوم شو اسمه جاء حول العشاء قال لي والله اشوف الذيب مقبل علينا. ما ظل راسه. يقول اللي نتفقنا الله الله. يقول صافينا ثلاثه. يقول يجي الاول ويشمه يوم شمه الله يكرمكم ويطفل عليه. قال ويخم فمه وياكل من وجهه. قال وينتقل للثاني ويتفل عليه. قال ويخمزمه وياكل. قال ويجيني انا ويقعد يشمشمني. قال وانا ما سويت ولا شيء شايف فعله في اخويا. قال سبحان الله العظيم ويجي ويربض ويحط روكه على وجهي. الله اكبر. قال وانا من 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 طمعي في اني ابزم فيه في جلده. قال وقرط في جلد الذيب. ترى تتكرط في روكه. يقول هو يقعد يشدني لين اخر شيء. يقول هو يشدني هاك المره الا والله سنوني مقدمه سنوني كلها طارت في جلده. يقول لي مير اشوى. يقول يديني تخللت شوي يرتفع شوي. يقول الحين انا مع الفجر باقي ساعه عن الفجر. يقول والله اطلع يدي اطلع نفسي اطلع يديني. يقول مثل ما الله خلقني ولي حولي طلحة. يقول وجهي فوق عنا الذياب. يوم طلعت الشمس اللي والله كان الرجال على فرسه. أي. يبي يفطر الرجال تحت حنشولي. أي نعم. اللي يقول مقطع طرقه. يقول يوم جاء بيزي شبنا وبيزي الخبز. يا ولد قال بسم الله الرحمن الرحيم أنت جن ولا إنس؟ قال لا والله لا انس. ولادي طويل. يقول وانزل عليه. يقول ويحط علي عمامته ويسترني. صح. اي والله. قال انا حنشولي. قال حنا بعد انا بعد حنشولي وقصتي كذا وكذا وربع انا مهلك. اخوياي ماتوا الاثنين. انا شريدتهم. وسهلا بكم مشاهدينا عبر قناة بداية وأيضا مستمعينا الكرام عبر إذاعة UFM الشريك الرسمي لقناة بداية في برنامج المدرسة باء. كنا نتناقش في موضوع النصيحة والمشورة وهل في يوم من الأيام كنت أنت الشخص المختار في أنك تعطي استشارة لصديقك أو زميلك. فشفنا أكثر من موقف عند الشباب ولكن فيه تعقيب بسيط. إذا جاء شخص وطلب منك المشورة في أشياء أساسية لابد أنك تراعيها وتكون مدرك فيها. أول شيء أنك تخاف الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أنك تكون صادق جدا في مشورتك. والشيء الثالث إذا كنت ما تعرف في الموضوع أو ممكن ما تفيده لا تكابر. بالعكس قل أنا والله العظيم ودي أني أخذ أني أعطيك رأي وشكرا لك أنك اخترتني ولكن أنا ما عندي خبرة في الموضوع. أنت بكلامك هذا قد تعطيه أفضل مشورة. جميل؟ جميل. طيب خلونا نأخذ اتصال مع الدكتور خالد الحليبي مستشار أسري. أهلا وسهلا فيك يا دكتور خالد. يا مرحبا بك حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور خالد تسمعنا؟
أسمعكم. نعم حياكم الله. دكتور خالد الله يحييك. الله يسلمك. أسمعك أسمعك. الصوت ما هو واضح عندي، لكن دكتور أنا أبغى أسألك سؤال من ناحية النصيحة والمشورة، ويعني إحنا سعيدين جدا أنك تدخلت معنا في الاتصال علشان أيضا الشباب يستقون الهنون من خبرتك. السؤال هو هل كثرة المشورة ممكن أنها تشتتني أنا كشخص؟ يعني أنا أستشير الأول والثاني والثالث، أنا ممكن أتشتت. جميل السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لازم نعرف أن قضية النصيحة قضية أساسية في ديننا. أكيد أنكم تحدثتم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. جميل. ثانيا هناك فرق طبعا بين النصيحة والمشورة، لأني رأيتك تقرن بينهما. فالنصيحة ممكن أنا أشوف واحد محتاج إلى النصيحة فأبادر بها، بينما الاستشارة أو المشورة يكون هذا الشخص أصلا محتاج إلى استشارة محددة، والله استشارة أسرية، استشارة قانونية، استشارة مالية، هذا يعتبر مشورة، نقدم له المشورة. جميل. طيب الآن أنا عندي احتياج أنا أستشير، هل صحيح أني أستشير مجموعة من الناس؟ الحقيقة بالفعل مثل ما ذكرت أن تكرار الاستشارة بحد غير عادي، يعني فوق المعتاد أو فوق الطبيعي، سيؤدي بالفعل إلى تشتتي. والصحيح هو أنني أستشير الخبير المتميز، ولا بأس أن يكون الاستشارة من اثنين، ما عندي مشكلة. ليه؟ لأن عقلان أكثر أحسن من عقل طبعا واحد. جميل جميل. الأول والأول ما أعطاني ما أريد بالضبط، فلأسأل شخصا آخر أو أتأكد، من حقي أن أتأكد، إذا سألت آخر يكفي. لكن الحقيقة يا أستاذ من الأشياء اللي نشوفها إحنا ونتلقى الاستشارات، نجد بعض الناس يستشير 4 و5 و6 ثم لا يعمل بأي مشورة لأن بالفعل تشتت. جميل. دكتور خالد هذا يسحبني لسؤال، أن الشخص اللي يستشير مرة ومرتين وثلاث وأربع ولا يطبق الاستشارة اللي طلبها، ما رأيك فيه؟ إيش نسمي هذا الفعل؟ هذا غالبا بالمناسبة هم الذين ابتلوا بالوسوسة، فتجده يسأل كثيرا وفي الأخير ما يقتنع بشيء. ثانيا الشخص الآخر الذي أيضا يسأل يعني كثيرا هو الشخص الذي لا يريد أن يغير، ولكنه يفضفض عند فلان وفلان وفلان مما يسمى علميا التفريغ الوجداني. جميل. لكنه لا ينوي التغير أبدا. أنا أضرب لك مثال، الحين يصير عندنا جلسات إرشاد جماعية، يعني مجموعة من الناس اللي عندهم مشكلة واحدة ونقدم لهم إرشاد جمعي، وهذا طبعا من أنواع الإرشاد العلمي. لو سألنا في النهاية من يريد التغيير، افرض انهم ان هؤلاء مع 15-20 واحد، ستجد مثلا 16-17 واحد يريدون التغيير ويطلبون خطة علاجية، ستجد 2-3 يقول لك انا لا اريد، فهو لا يريد ان يتعالج. ايضا من المستشيرين من لا يريد ان يغير لانه يظن ان قد يخسر بعض ما كان لديه وما كان يحوزه لو أن أخذ بهذه المشورة. جميل. لا شك طبعا، وبعض الناس يعني أيضا صنف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولكن لا تحبون الناصحين، فهناك من لا يحب النصيحة ولا يحب من ينصحه. طيب دكتور خالد، ما هو دور الأسرة في غرس في الأولاد إسداء النصيحة؟ وأيضا هل الحوار اللي يحصل بين الأب والأم والأبناء قد يعني يأثر عليهم في موضوع الاستشارة وأخذ النصيحة وإعطاء النصيحة؟ العلاقة الوالدية بدون شك أنها مؤثرة إيجابا أو سلبا. فإذا كانت الأسرة تتعامل بالحوار الراقي والأب نفسه يستشير أولاده، يعني أنا لو أبي أشتري سيارة سأسأل أولادي لأنهم أعلم مني، لو أريد أن أشتري جوال راح أسأل أولادي لأنهم أعلم مني، لو عندي مشكلة في التقنيات أسأل أولادي لأنهم أعلم مني. سيتعلم الأولاد أنهم يستشيرون ويستنصحون
ونحسم أن استنصحك فانصحه، هذا أيضا من الأمور الثابتة شرعا. معنى ذلك أن يمكن أن أغرس مفهوم الاستشارة ومهارات الاستشارة وآداب الاستشارة أيضا والمعايير التي تجعل الاستشارة صحيحة من خلال ممارسة. لكن لو أن الأب لا يستشير أولاده ويقول رأيي الوحيد لي ولا أحد له رأي في هذا البيت، هو بالفعل سوف ينشئ أولادا يكررون هذه الشخصية مرة أخرى في بيوتهم في المستقبل، فتفقد هذه البيوت روح الحوار وروح التشاور. يعني اليابانيون يقولون لا يوجد عقل أفضل من مجموعة عقول. يا سلام. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق، قال له رسول صلى الله قال له ربنا سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر. نعم صحيح دكتور خالد. يعني أنا حتى يقرر لنا هذه القاعدة العظيمة. جميل، أفهم يا دكتور خالد أنه النصيحة والمشورة ما هي فقط من الأب والأم إلى الإبن، وإنما عملية متبادلة، يعني الأب يستشير ابنه علشان يقوي فيه هذا الشيء وأيضا العكس، وهذا شيء جميل. لكن أودي الشباب اللي معي يسألونك، ولهم خاطر أنهم يسألون، عندهم كم سؤال، فخلني أبدأ مع رائد. دكتور خالد، سؤالي هو إذا كان الشخص معصب كيف ممكن أقدم له نصيحة يعني يتقبلها وهو معصب يعني مرة؟ الوالد يعني؟ لا يعني إذا كان الشخص معصب وأنا أبي أنصحه. أيوة. أوكي، مثلا صديقي معصب وأنا أبي أنصحه، كيف أنصحه نصيحة وبأي أسلوب؟ هذا المعصب سواء الوالد أو صديق أو أي إنسان، وقت عصبيته وغضبه لا يمكن يتقبل منك أي شيء، بل بعض الناس يتلفظ بألفاظ سيئة جدا في فترة الغضب. يقول ابن الجوزي رحمه الله: إذا غضب صاحبك فلا تحسب على ما يقول خنصرا، لا تعقد على ما يقول خنصرا. يعني لا تقول قلت وقلت وقلت، لأن الذي يتحدث ليس هو وإنما الغضب. ألم نجد في كتاب الله عز وجل لما فكت عن موسى الغضب، الغضب إذا صار عند الإنسان يبدأ يتكلم، ثم بعد أن يهدأ ويرتاح يتغير رأيه ويتغير كلماته. ولذلك في إذا أردنا أن نتعامل مع الغاضب فأحسن طريقة أن نحن نهدأه، وأحيانا ونقبل منه بعض ما يمكن أن يقبل أثناء حديثه، ولو رفع صوته أو طلع من كلام غير مناسب غير لائق فمن الحسن أن لا نرد عليه ولا نناقشه، خليه يهدأ. فإذا هدأ نأخذ بيده ويمكن أن ننصحه ونشور عليه، وبإذن الله عز وجل سوف يتغير رأيه. يعطيك العافية يا دكتور خالد. في سؤال أيضا عند فهد، أو أختم بالسؤال هذا، تفضل فهد. أستاذ خالد، سؤالي هو أن من هم أهل النصيحة؟ يعني تقصد من الذين ننصحهم؟ إيه؟ أي نعم، أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإنسان ينصح لربه سبحانه وتعالى، يعني أن يحفظ حقوقه ويحفظ دينه، وأيضا ينصح لكتاب الله عز وجل فيقدر حق قدره ويحافظ عليه ويحرسه من أي إنسان يمكن أن يسيء إليه، وكذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يقدم لهم النصح أئمة المسلمين، كما أننا ندعو لهم في سرنا وجهرنا، لأن صلاح الراعي صلاح لرعيته. وكذلك طبعا لا يكون نصح القادة ونصح الرؤساء والأمراء وولاة الأمور، لا ينصحون إلا سرا، ينصح بينه وبينهم فقط، لا يصح إعلان نصيحة لهم أمام الملأ. ولعامتهم، يعني لأي إنسان من عامة المسلمين من حقه أن ينصح. يمكن أن نسأل السؤال مرة أخرى، طيب لمن ننصح؟ أيضا هناك إجابة أخرى مع هذه الإجابة وهي الأصل طبعا، أن نحن ننصح للذي يتقبل النصيحة، ننصح لمن نتوقع بإذن الله أن ينفعه النصح، ننصح من نحب. فما يمكن نترك شخصا يعني يسيء أو يخطئ وقد يقع هذا الخطأ في دينه وتعامله، وقد يؤثر عليه كذلك في علاقته بربه وعلاقته بأهله أو علاقته بالآخرين ونتركه.
دعني أقول لك ما حدث يوم الأيام، أحد أصحابي لاحظت علي ملاحظة لكني ترددت أن أقولها، وبقيت أخاطب نفسي، أخاف يزعل، أخاف يصير في خاطرة. وفي يوم من الأيام قلت له أدين النصيحة خلني أقولها. فلما قلت له قال لي ليش يا خالد تتركني كل هالمدة ما تنصحني هذه النصيحة؟ كان المفروض أنك تنصحني مباشرة لما شفتني. وأكبرته طبعا وندمت أني تأخرت كل هذه المدة. الناس الأكثر والطبيعي جدا أنهم يحبون النصيحة. الله يعطيك العافية دكتور خالد، صراحة شرفتنا ونورتنا في إذاعتنا اليوم. إلى إن شاء الله نلتقي في مداخلات أخرى. شكرا لك والله يعطيك العافية. إن شاء الله. أفريت الشباب وأفريت شكرا لكم أيضا على احتفائكم بالشباب. الله يعطيك العافية ولا شكر على واجب يا دكتور. يا مرحبا. يا مرحبا. طيب أعزائنا المشاهدين وأيضا مستمعينا في إذاعة بنستعرض بعض التغريدات اللي شاركونا فيها جمهورنا الغالي. وفي أبيات شعر من هدى تقول تعمدني بنصح في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. كلام جميل. وأيضا دعم الفريق الأحمر، النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح بفعل ما ينفعه أو ترك ما يضره أو تعليمه ما يجهله ونحوها من وجوه الخير، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم دينا، الدين النصيحة، وجعلها من حقوق المسلمين فيما بينهم، حق المسلم على المسلم ست، ومنها وإذا استنصحك فانصح له. أيضا عندنا تغريدة من مان، للنصيحة شأن عظيم في حياة الفرد والأمة على حد سواء، فهي أساس بناء الأمة وهي السياج الواقعي بإذن الله من الفرقة أو الفرقة والتنازع بين المسلمين. شكرا لكم أعزائنا مشاهدين قناة بداية وأيضا مستمعين إذاعة يؤف أم وأيضا الجمهور اللي شاركنا في التغريدات، شكرا لكم يا نجوم، ما قصرتوا في هذه الإذاعة. شكرا للدكتور خالد على المداخلة. إلى أن نلتقيكم بإذن الله في إذاعة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.